مشاهدينا الكرام، مساء الخير في هذا البث المباشر من جيبس. نتحدث اليوم عن الكارثة الكبرى، كارثة التلوث. قبل ما نحكيه نحب نرحب بالضيوف اللي حاضرين معايا. على يميني الحاج محمد العياشي العجرودي، رجل الأعمال العالمي، مساء الخير الحاج. مساء الخير. كذلك الدكتور يحيى حمدي مدير جهوي للصحة، مساء الخير. شكرا. على يسار يحضر معايا سيد عبد الرحمن الحاج بالقاسم، ممثل عن المجمع الكيميائي، مساء الخير. مساء الخير. وكذلك رئيس بلدية جابس السيد كريم الدين كريت، مساء الخير. مساء الخير. ضيوف عديدين يحضروا معايا بالإضافة إلى عينة من أهالي جابس. على يميني السيد محمد عبد الرزاق ناصر الله، أستاذ متقاعد في المجتمع المدني، مساء الخير. وكذلك الأستاذة إيمان كريم، محامية من جابس. الأستاذ رمزي بالراجح، محامي بمدنين. والدكتور سمير علولو، دكتور أورام. ورياض العودي، متفقد تعليم ثانوي وإمام وخطيب بجامع سيدي بولبابة. على يساري كذلك السيد سامي بن سالم، رئيس المرصد الجهوي للتنمية. السيد فتحي زديري، رئيس دائرة الصيد البحري. السيد أحمد الفيتوري، رئيس قسم بمندوبية الفلاحة. كذلك عينة من البحارة اللي باش نحكيه معاهم بعد، وكذلك عينة من المجتمع المدني والفلاحين. كما قلت كذلك يحضر معايا جمهور من أهالي جابس. قبل ما نبدأ والحديث نحب نوريكم تقرير على الطريق إلى جابس، كيفاش قناة الجنوبية اتنقلت برفقة الحاج محمد العياشي العجرودي رجل الأعمال العالمي إلى جابس. كيفاش كانت هذه الرحلة؟ نشاهدوا التقرير ومن بعد راجعين. صيحة فزع أطلقها أهالي مدينة جابس نقلت على إثرها قناة الجنوبية رفقة أصيل المنطقة رجل الأعمال العالمي الحاج محمد العياشي العجرودي إلى قلب الحدث جابس. كنا نتوقع انه هالمهمة الصحفية باش تكون كغيرها كلاسيكية، تقرير يتحدث عن التلوث، ولكن اللي باش تشاهدوه في التقارير المصاحبة باش يأكد انه المهمة تتجاوز بعدها الصحفي الى ما هو اشمل واعمق واخطر. وتوا نشاهدوا فقط عينة من الصور ولكم التعليم.
تقرير إثنية للجبس. نحب قبل ما ننطلق في الحوار نضع على ذمتكم رقم الهاتف للاتصال بنا والتفاعل مباشرة، رقم الهاتف 75-272-750، نعاود 75-272-750. كما كنا نشاهدوا في التقرير الحاج محمد العيشي العجرودي، حاج كيفاش لو كان تحكي لنا، أنا نعرف القصة لكن المشاهدين، كيفاش تم الاتصال بقناة الجنوبية وتأمين هذا البث وهذه التقارير، كيفاش بدأت الحكاية؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا برنامج القناة الجنوبية كان النية سابقة بتعريف بولاية جبس. أخي فرحات ترحب بالفكرة أن يكون معناها تعريف بولاية جبس بجميع ما فيها، كان رياضي أو اقتصادي أو فلاحي. فالإثناء نحن كنا نحضر في البرنامج هذا ليوم البيئة، سمعنا بما حصل في المركب الصناعي بحوالي 10 أيام وقتها، في منها 9 أيام، أن الميناء كان مقفل لأسباب تعرفوها بعد. فتنقلنا لهذا الحدث بنتعرف أكثر في أكثر لمدينة جبس. واضح. قبل ما نواصل خلينا نتعدوا إلى تقرير آخر قبل ما ناخذ رأي الضيوف متاعنا ونواصلوا ونتقدموا بالحديث، لأنه عديد الفقرات عديد التقارير تستنى فيكم. أقعدوا معنا، وكما نحب نذكركم برقم الهاتف للتفاعل معنا 75-272-750. جبس هي ولاية من الجنوب التونسي، جبس هي الحقيقة جنة على وجه الأرض، تجمع ما بين الواحات، ما بين البحر، ما بين الأرض، ما بين الجو. خلينا نشاهدوا هذا التقرير اللي حبينا تقريبا نحوصلوا فيه جبس ما بين الأمس واليوم، نشاهدوا. جبس بين الأمس واليوم، بالأمس طيور تغني في واحات وغابات على شواطئ ورمال جبس. جبس التي لطالما ارتبط اسمها بالرمان والحناء وشتى أنواع الغلال والخضر الفصلية، والتي تنتجها واحاتها البحرية الفريدة من نوعها بحوض البحر المتوسط والممتد على طول سواحلها من العكاريت شمالاً إلى مارث جنوباً، والتي ركز عليها المؤرخون والرحالة الذين أطنبوا في وصف جمالها وخصائصها. ولكن سرعان ما انقلب الحلم إلى كابوس وتجري الرياح بما لا يشتهي الجوابسية. فعوض البحر والواحات انتصب وحش البيئة، والذي رمى بسمومه أكثر من 40 سنة. Thank you.
رجعنا معكم من جديد ونحب توا ناخذ تعليق من رئيس بلدية قابس، واحنا كنا نشاهدوا في هذه الصور على مدينة قابس. قابس كيفاش كانت قبل؟ لو كان تعطينا بسطة عامة توصلنا هالمدينة الجميلة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قابس، في ربوع قابس، بهل المنظار الزاوية الرمادية. ومع ذلك إن قابس سبق قديمة جميلة، معناها بماضيها وحاضرها. ماضيها كان ماضي جميل جدا وبسيط جدا في حياتي، في تركيبته المواطن ما كان شكل نقول حين في بحبوحة كبيرة، ما نشأ الناشك الفلاحة الكبيرة، كانت المورد الوحيد هي الغابة ولا التجارة، صبغة فلاحية بحتة. الموقع الجغرافي والطبيعي والنعمة اللي أعطاها لها ربي أنها كانت تجيب لها في السياح من غير منشآت سياحية كبيرة. يكفي أن المناخ اللي كان موجود فيها والبحر الجميل اللي كان موجود فيها كان مدعاة للسواح وقبلة لكثير من السواح، السياحة الداخلية وخارجية. وكان نمط الحياة نمط بسيط جدا، وما كانش كثافة سكانية كبيرة، كانت في بحبوحة من العيش بالقليل، القليل اللي كنا نعيش به. ما كناش مترفين لأن ما عندناش الفلاحة الكبرى كما في الساحل الزيتين، وباش يكون عندنا ما يتأتى من وراء الدخل ذلك من صناعات أخرى تحويلية غذائية ولا حتى صناعية في المعدات وكذا. في الستينات وقع اختيار قابس، بكل أسف اختيار لم يكن معناها صائب كمكان، لأن قضينا على جانب ونمط حياة اللي هي كانت بسيطة إلى حياة أخرى 180 درجة. نظرة اللي كانت نظرة اقتصادية بحتة، ولكن وقع التعدي، تعدي كبير على البيئة وعلى المناخ في قابس. غيرت العقلية متاع القابسي من كان يكتفي بالقليل، القليل من الفلاحة والتجارة والمعاملات فيما بين الناس، اللي عنده معناها ما عنداش ما ياكل، يمشي الجارة يلقى ما ياكل بكل بساطة، ما فيهاش حاجة معناها مش علم كبير ياسر. وإذا به ينتصب المجمع الكيميائي لأسباب اقتصادية، وكان خيار اقتصادي لأن تونس بصراحة الموارد نتاعها الطبيعية ما عندناش برشا موارد، عندنا الفوسفات، عندنا برشا في بيعة بالحالة اللي كان فيه ما كناش ندخلوا مداخيل كبيرة، وبالتالي وقع تصنيع فوسفات لديريفيد الفوسفات اللي هم عندهم مردودية خير، وكان بطاقات قوبسية بطاقات تونس، ما نقولش تونس قوبسية. سي كريم ما نحبش التفاصيل هذه بعد لأنه باش نحكيو على صحيح هذه التفاصيل. على كل حال باش نواصل معاك أنه التغيير كيفاش بين الماضي وهذا الماضي نتاعنا والحاضر، أنه التفكير نتاعنا بعد شوية على الواحة ولا التفكير الصناعي، والتفكير انه بالشهريه والصناعه اكثر منها فلاحه وسياحه. واضح. نحب ناخذ راي سي محمد عبد الرزاق نصر الله، استاذ متقاعد في المجتمع المدني. ونعليش اخذيت لانه تقريبا معالم وجهك سي عبد الرزاق، انت شيخ اكيد في العمر كبر وقدر اكيد، لكن نحب نرجع بيك لايام الستينات والطفوله والخمسينات وغيره. قابس كيفاش؟ لو كان تحكي لنا على ايامات هذيكم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي اولا عبد الرزاق نصر الله. عبد الرزاق نصر الله. واضح. تفضل. يعني قابس كانت في جمله موجزه جدا جنه الدنيا باتم معنى الكلمه، كما كان يتحدث السيد رئيس البلديه، أنا متميزة بمناخها الجميل، وكان كنا نعرف الصيف صيف والشتاء شتاء والربيع ربيع، وطقس بصفة عامة معتدل. لكن الآن ما عادش نعرف، أنا المناخ تقلب، أنا لا عاد ربيع ولا عاد صيف ولا عاد شتاء. هذه كانت الحياة كما كان يحكي أنا بسيطة، وكان الاخضرار في هذه الولاية موجود في كل مكان، وكان خرير المياه في كل السواق نسمعوه معناها إلى درجة الإطراب. ولكن مع الأسف تو معناها كل ذلك اختفى. هذا معناها شيء مؤسف. وعلى كل أنا نحب نعرج على نتحدث أن نشكر معناها القناة الجنوبية التي تجرأت وفتحت هذا
الملف أو هذا الموضوع اللي كان محرم سابقا في العهد البائد. الآن وبعد الثورة إن شاء الله حتى موضوع ما هو معناها محرم، وكل موضوع الكلام فيه جائز لأن الشعب يريد. وقلت معناها القناة تجرأت لأن لابد من تعرية الحقيقة، لابد من أهالي جابس أن يعرفوا الحقيقة، لأن بمدى معرفة الحقيقة الإنسان ينجم يجد الحلول المناسبة لتلك الحقيقة. أما مدام فما غموض ما نجموش نعمل حلول لغمض، لشيء غمض. كذلك هذه القناة كسبت معناها مصداقية في دنيا الإعلام، في دنيا الإعلام، وخطط في ذلك خطوات كبيرة جدا لسببين اثنين حسب نظري. أولا ابتعادها عن التجاذبات السياسية الضيقة أو التجاذبات الحزبية الضيقة، وركزت على الموضوعية. ثانيا أنها تناولت أو هي تتناول المواضيع الهادفة كهذا الملف الذي هو بين أيدينا. واضح سي عبد الرزاق، يعطيك الصحة. نحب في حين تمرير الميكرو إلى أحد البحارة نحب نحكي معكم على قبل على الثروة السمكية كيفاش كانت. ناخو رايك حاج، وانتي غادرت جابس وانتي صغير ورجعت، ونحب خليني نحكي على كواليس البرنامج، خليني نحكي على الحاج كيفاش كان متحمس وهو أصيل هذه المنطقة، ورغم أنه بعد ورغم أنه خدم في مجال الأعمال إلا أنه ما نساش بلاده ورجع وفتح هذا الملف رغم عديد نقاط الاستفهام عليه. نرجع لك أنت حاج، تفضل. جابس في صغرك كيفاش؟ جابس في صغرتي مثل ما ذكروا الأخوان سيد رئيس البلدية والشيخ عبد الرزاق، حلم، وعشت هذا الحلم في مدينتنا جابس هذه. مثل ما ذكر أخي العائلات كانت صح بسيطة، إنما كانت عندنا نوع من الحياة جميل جدا جدا. بحرنا كان بحر مثالي، المياه كانت بكثافة، عندنا كثير من أنواع التمور، كثير من أنواع الطيور، كانت معناها جميلة جدا. البحر هذا كنا ما نستعملوش البالانسيات اللي يتكلموا، نجوا نعوموا في البحر ونعاونوا البحارة ونروحوا بالحوت لديارنا. هذه كانت جابس. وكان عندنا حاجة أخرى ممكن الإخوان ذاكرينها، كانت عندنا عين يسموها عين الرمل ولا عين الرمال، عين الرمال قريبة من غنوش، الماء متاعها يخرج في البحر، من يبدأ يعوم الواحد يشرب في الماء. هذه جابس. طبعا من الرمان كانت خيرات، من الخوخ في شنني، كانت الخوخه في شنني قد ما الكونترنور يخرجوا فيه توم في السانكيام سيزون. كانت عندنا عين البضاع، عين هذه من الانواع نعوموا فيه، الواد كنا نعوموا فيه. هذه جابس انا تبقت فيها مطبوعه لليوم، واتمنى من الله سبحانه وتعالى، لان اجدادنا عدوها لنا واحنا ما عرفناش نستحفظ عليها، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نتوفقوا احنا بكنا، كنا اخوان وكنا عائله واحده، ان نرجعوا لاولادنا. ممكن احنا ما عادش نخلطوا عليه، اما على الاقل الاولاد اولادنا نرجعوا لهم ما عشنا احنا في طفولتنا ان شاء الله في هذه المدينه الطيبه. امين. الى حين تمرير الميكرو نحب نقول انه مكالمات هاتفيه قاعده توصلنا بكثافه، فقط نصيف ساعه ونتصل بكم، ما زلنا مواصلين هذا البث المباشر. احد البحاره وصل الميكرو، تفضل. نحب نحكي على جابس قبل الثروه السمكيه، تفضل تعرف لي روحك ومن بعد تحكي. صالح غومه مجهز صيد بحري بجابس. قبل ما نعطي بسطة على خليج جابس، بزيد نضيف معلومة أن جابس كما قال الأخ والشيخ عبد الرزاق جنة وحياة الدنيا، اللي تمتاز بأربع خصال اللي هي الواحة الفريدة من نوعها عالميا موجودة بجابس. واحة، صحراء، جبل، إضافة إلى شريط الساحل اللي ممتد 64 كيلومتر سواحل، كلها صالحة للسياحة. جابس مع الكل أسف دمرت والتقارير تعدت. حب نعطي بسطة على الصيد البحري، سموه معهد البحث العلمي تاع سيسيليا، مبيض البحر الأبيض المتوسط، يعملوا في تجارب على عديد الأسماك لا يمكن لها أن تمر إلا تتحول للجابس.
وتسكن في جابس وتبيت في جابس وتخرج من جابس بحيث محضنا بحرنا كان محضنا بأسطول ضعيف جدا جدا كان بعد سيد فتحي تيفسر لنا اللي هي الانتاج اللي كنا بأسطول ضعيف كيفاش كنا ننجو واضح ما رانا معناه في الوقت هذا ما رانا بالوقت هذا الوقت الكارثة البيئية اللي تسلطت علينا والمسؤول عليها بكل من غطوش عن السمس بغربال هي الدولة الدولة لأنه هو كل المؤسسات ملك للدولة معناها الدولة معناها بكل صراحة بدون تجريح هي الدولة الدولة أذنبت في حق قطاع الصيد البحري وكصفة عامة جابس ككل واضح مازال الحوار فقط لأنه هناك عديد التقارير باش نتناولوها ونعلقوا عليها أكيد ونحب ناخذ بعد أكثر رأي للحاضرين معنا نحكيه على التلوث ربما عديد المشاهدين ما يعرفوش شنو الحكايه شنو السبب اهالي جابس كي حكينا معهم وتجولنا في جابس يقولوا السبب الرئيسي هو المجمع الكيميائي خلينا نشاهدوا هالتقرير اللي يعرف لنا عامه المجمع الكيميائي بجابس